الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية. معكم محدثكم الأستاذ حازم السيد عبد الفتاح. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم هو القيمة المنزلية بالملايين. فكرة الدرس يا أعزائي تتلخص في أنني أقرأ أعداد ضمن الملايين وأكتبها. فلنقرأ سويا مثال استعد. تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث المساحة، والرسم البياني المجاور كما نرى يبين مساحات ثلاث دول شرق أوسطية. كيف نقرأ هذه الأعداد الكبيرة ونكتبها بالثلاث صيغ؟ سنتعلم في هذا الدرس. استعمل جدول المنازل كما رأينا في الدرس السابق لقراءة الأعداد ضمن الملايين وكتابتها. ويوضح جدول المنازل التالي القيمة المنزلية لكل رقم في العدد 2,240,000، والذي يمثل مساحة المملكة العربية السعودية. هذا هو جدول المنازل. أول ثلاث أرقام من اليمين تسمى دورة الآحاد، الثلاث أرقام التي تليها تسمى دورة الألوف 0 و 4 و 2، والاثنين هذه تقع في دورة الملايين، هي أيضا مكونة من ثلاث أرقام آحاد وعشرات ومئات، وكل دورة كما نرى بها آحاد وعشرات ومئات. لكي نقرأ هذا العدد نقرأه من اليسار 2,240,000. أما دورة الآحاد فهي يوجد بلا شيء. مثال: بيع 2,617,000 صحيفة خلال أسبوع. اكتب عدد الصحف المبيعة بالصيغتين اللفظية والتحليلية. اللفظية هذا العدد نكتبه بالكلمات، أما التحليلية نكتبه مجموع القيم المنزلية لأرقام. كيف نكتبه بالصيغة اللفظية؟ نقسمه بدءا من اليمين. كل ثلاث منازل تعتبر دورة. دورة الآحاد بها 0 و 0 و 0، دورة الألوف بها 7 و 1 و 6، دورة الملايين بها 2. إذا هذا العدد يقرأ 1,617,000 وأصفار فلا نقرأها، 1,617,000 فقط. هذه الصيغة اللفظية. الصيغة التحليلية مجموع القيم المنزلية لأرقام. 0 و 0 و 0 لا تكتب، ليس لها قيمة. 7 في 1 الألوف 7,000، زائد 1 في 10 الألوف 10,000، زائد 6 في 100 الألوف 600,000، زائد 2 في 1 الملايين 2,000,000. بلغ في المثال هذا بلغ عدد السكان في المملكة العربية السعودية عام 1431 هجرية 27,000,000، ومنها 36,977 نسب. اكتب العدد بالصيغتين القياسية أي بالأرقام، والتحليلية أي بمجموع القيم المنزلية لأرقام. نمثل هذا العدد أولا في جدول المنازل. الملايين توضع في دورة الملايين بدءا من اليسار، الألوف توضع في دورة الألوف، والوحدات توضع في دورة الآحاد كما سنرى في جدول المنازل. هذا هو جدول المنازل. دورة الملايين 127,000,000، دورة الألوف 136,000، دورة المئات 977. إذا نستطيع أن نكتب هذا العدد بالصيغة القياسية 227,937,977. 20,000,000 تكتب على اليسار، 136,000 في دورة الألوف تكتب على يمينها، 977 دورة الآحاد تكتب على يمينها. الصيغة التحليلية 7 في 1 الآحاد يعني 7، زائد 7 في 10 الآحاد يعني 70، قيمتها المنزلية 70، زائد 9% قيمتها المنزلية 900، وهكذا، زائد 6,000، زائد 30,000 في 10 الألوف، زائد 1 في 100 الألوف 100,000، زائد 7 في 1 الملايين 7,000,000، زائد 2 في 10 الملايين ب20,000,000. هذه هي الصيغة التحليلية مجموع القيم المنزلية لأرقام بدءا من اليمين.
تستبدل الأعداد أو الأرقام التي على يمينها بأصفار، فتكون القيمة المنزلية 99.9، ثم نستبدل الذي على يمينها بصفر. ما هي القيمة المنزلية للواحد؟ نضع واحد، ثم نستبدل الأرقام على يمينه بأصفار منتزين، فتكون قيمته المنزلية 1,000,000، لأن الخمسة ستة أرقام، فنضع مكانهم ستة أصفار. ما هي القيمة المنزلية 9 منتزين 90,000 لمئة عشرات الألوف؟ ما هي القيمة المنزلية للثمانية؟ ألامها كم منزلة؟ كم رقم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. نقطة 8 وألامها 7 أصفار، يعني 80,000,000. اكتب كل عدد مميز بالصيغتين اللفظية والتحليلية. هذا العدد نكتبه بالصيغة اللفظية، نقسمه بين اليمين كل ثلاث أرقام تعتبر دورة، 7 وصفر وصفر هذه دورة الآحاد، واثنين هذه في دورة الألوف. اقرأ 2000 فقط و7، 2000 و7. أما هذا العدد ثلاث أرقام بدءا من اليمين 0 و8 و9، 3 و4 في دورة الألوف، فيقرأ 43,980. الثلاث أرقام بدءا من اليمين 6 و0 و8، بعد دورة الألوف 2 و0 و3، فيقرأ 302,806. الصيغة اللفظية 5 و7 و8 في دورة الآحاد، 0 و0 و0 في دورة الألوف، 8 و3 في دورة الملايين. إذن هذا يقرأ 38,875,000، لأنه لم يجد شيء في دورة الألوف كما سرى. 2007 43,980، 302,806، 38,805,000. الصيغة التحليلية مجموع القيم المنزلية لأرقام هذا العدد 7 في الآحاد، يعني 7 + 2 في أحد الألوف يعني 2000، وهذا 0 في الآحاد يعني 0 لنكتبه، 8 في العشرات يعني 80، 9 في المئات + 900، 3 في أحد الألوف + 3000، 4 في عشرات الألوف + 40,000، وهكذا. العدد بعده 6 + 800 + 2000 + 300,000. العدد في رقم 8 5 + 70 + 300 + 8,000,000 + 30,000,000. هذه الصيغة التحليلية مجموع القيم المنزلية لأرقام. اكتب العدد بالصيغتين القياسية والتحليلية. هذه هي الصيغة منتزين الصيغة اللفظية أعزائي، نريد أن نكتبه بالصيغة القياسية أي بالأرقام 900,000 و552. 900,000 تكتب على اليسار 900. لكي نكتب الصيغة القياسية نبدأ بدورة آخر دورة، دورة الألوف. 900,000 تكتب 900، و552 تكتب 552 أمامها على اليمين، 246,000,000 تكتب 246 على اليسار، و900,000 900، و18 18، ونضع بعدها صفر لحفظ منزلة المئات كما سبق. هذه هي الصيغة القياسية لرقم 900,552. هذه هي الصيغة القياسية لرقم 10 246,900,000، 900,000 في دورة الألوف، و18، ولا بد أن تكون هذه الدورة 3 وحدات، فلا بد أن نضع صفر في خانة المئات. لو ما وضعنا صفر في خانة المئات هنا يعتبر هذا العدد خطأ في الكتابة. كيف نكتب الصيغة التحليلية؟ نبدأ من على اليمين ونكتب القيم المنزلية لأرقام، مجموع القيم المنزلية لأرقام 2 + 5 في العشرات يعني 50 + 5 في المئات يعني 500 + 9 في مئات الألوف يعني 900,000. 9 وأمامها 5 أرقام يبقى 9 وأمامها 5 أصفار. وهذا مثل 8 بالآحاد يعني 8 + 1 بالعشرات يعني 10، زائد هذه أصفار لنكتبها، زائد 9 ب
مئات الالوف يعني 900,000، 6 بأحد الملايين 6 مليون، زائد 4 بعشرات الملايين 40 مليون، زائد 2 بمئات الملايين تعني 200 مليون. تطرف عين الإنسان العادي حوالي 5,500,000 مرة في السنة. اكتب العدد بثلاث صيغ مختلفة. هذه الصيغة اللي هو مكتوب فيها تسمى الصيغة بالتزيين، إنها الصيغة القياسية لأرقام، مكتوب بالأرقام تسمى الصيغة القياسية. نريد أن نكتبه بالصيغة اللفظية، فنقسمه بدءا من اليمين كل ثلاث منازل دورة، صفر وصفر وصفر دورة، صفر وصفر وخمسة دورة، خمسة هذه فقط في دورة الملايين، فيقرأ 5,500,000 فقط. هذه الصيغة اللفظية. الصيغة القياسية 5,500,000 هي نفس الصيغة هذه. الصيغة اللفظية 5,000,000 يكتب كده 5,500,000. الصيغة التحليلية أصفار هذه 5 في مئات الألوف يعني 500,000 زائد 5 في أحد الملايين 5 مليون، ف 5 500,000 زائد 5 مليون.